الدرجة الأولى خمسة. و19 وفي الألف لاعبي فريق جدة لكن بالتذكير بأن يمين ويسار السوري والأردني سمير الجويري يقول لك والله عفوز في المقاومة عادل بسم الله الرحمن الرحيم ايها If you don't know about Deco buying our group way check out the في المدينة المنورة الأنصار صاحب الواحد والثلاثية الفترة الشتوية والتحدث عن هذا المباراة ومباراة إذن موجودة هنا العرضية وهنا عندك شورز يسجل هدف رائع نعم روعة روعة لفريق مباراة مميزة في الدقيقة الرابعة عشرة والثالث عشرة لمسح عندما تحدث عن صالح العباس زي لعيبها سجل 6 أهداف وهو لاعب هذا والمحاولة اليوم هو مع فريق العدالة ويسجل في مرمى فريق الأنصار إذن أيمن الحجيلي يتواجد اللاعب رقم إذن دخول أيمن الحجيلي يبدو بديلا لمعاذ أو معا الحذيفي كرة ملعوبة سوف يذهب به إلى البعيد إلى الحفاظ على الصدارة في النقاط 42 لكن حفاظها قبل العدالة يبرز الفتح بكل تأكيد وهو الفريق الأنصار يعود يمين الذي اشترك قبل دقائق لم نشاهد كيف كسر التسلل مع ايمن الحجيلي والكرة تتخلص